مساء الخير مشاهدينا الأعزاء من الأردن ومن عمان الآن بالتحديد ومن المركز الثقافي الملكي. نرحب بكل ضيوفنا العرب القادمين إلى مهرجان جرش، نفتح لهم البيوت والقلوب ونقول للجميع باللهجة الأردنية يا هلا بالضيف ضيف الله. مهرجان جرش مفتوح لكل الأخوة المثقفين القادمين إليه بالتحديد ليروا هذه الظاهرة الفنية والثقافية المميزة والمعروفة على مستوى كل العالم. اسمحوا لي مشاهدينا أيضاً أن نرحب بأهل البيت وبفريق بيت للكل في عمان، الأستاذ خالد سكر، أهلا وسهلا فيك، والأستاذ والزميل أيضاً العزيز أحمد شكري من العراق، وبالأستاذة الكبيرة أيضاً من مصر الحبيبة شافكي المنيري. فأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، واسمحوا لي نرحب في الجميع. مشاهدينا الكرام، كالعادة الأجواء مبهجة ومفرحة منذ وصلنا إلى مطار عمان ونحن نشعر بمهرجان جرش، حيث الاحتفال والرقي هنا وهناك والتحضير في كل مكان وضيوف المهرجان. هذا العام الحقيقة المهرجان تحت شعار يستمر الفرح، والحقيقة يا رب تستمر الفرحة في كل دولنا العربية وتفضل الفرح في الأردن دايما أفراح ومناسبات حلوة بإذن الله. 37 عام مهرجان جرش من الرقي والثقافة والفنون. بالتأكيد يا شافكي، حقيقة سعداء جدا بأن نتواجد في مهرجان جرش في دورته 37. حقيقة مظاهر الإبداع مستمرة، التلاقح الفكري والثقافي والفني والأدبي لجرش، هذه الحاضنة الكبيرة للشعوب العربية. لنا أن نفخر حقيقة بهذا المهرجان الذي على مدار الأعوام السابقة كان هو المنصة الحقيقية لتسليط الضوء على الإبداعات العربية في جميع الميادين الثقافية والفنية والإبداعية، وإن شاء الله كما ذكر عنوان جرش يستمر الفرح في جميع البلدان العربية ومن أردن النشامة خاصة. في هذا المهرجان أكيد سوف تكون هناك إضاءات مهمة جميلة فنية إبداعية ثقافية. الثقافة لا تعترف بالحواجز وبالحدود، وهكذا يفعل مهرجان جرش الذي يتيح للفلسطيني الاطلاع على الثقافة المصرية والفن المصري، ويتيح للمصري الاطلاع على الثقافة والفن العراقي، وكذلك يفعل الأردني، وكذلك يفعل كل أبناء جلدتنا العربية. ويستمر الفرح هو عنوان الدورة 37 لمهرجان جرش الذي نتابع هذا التقرير والذي يؤصل لفكرة المهرجان.